مشاهدينا الكرام، رحب بكم في عدد جديد من حصتكم اللي تعودتوا عليها دائما، الحياة كويزين. حياة كويزين اللي تجيكم دائما أطباق متنوعة وكذلك حلويات متنوعة. أطباقنا نهار اليوم راح نضربوا تحويصة الدولة الشقيقة اللي راح تكون تونس، وكذلك راح نديروا حلوة يعني عريقة من الحلويات الجزائرية القديمة وكذلك بنينة بالبزاف. يلا روحوا لائحة المقادير هكا باش نعرفوا الطبق الأول وكذلك التحلية تاعنا. في الطبق تاعنا الأول واش راح نسحقوا؟ عندنا هنا يا الكبد، يعني هنا فقط خيط لكم الكبدة تاع الدجاج، ولكن الطبق تاعنا اللي هو راح يكون روز جربي، اليوم راح نضربوا تحويصة الجربة. عندي كذلك هنا روز، عندي كذلك هنا يا تشكيلة من الخضار، عندي جزر، عندي كذلك حميصة جلبانة، عندي كذلك حبة عبصل، ثوم، عندي هريسة، طماطم مصبرة، وكذلك راح نسحق هنايا الزيتون للتزيين. عندي كذلك هنايا عندي كمية يعني من السلق، يعني نقدروا نقولوا ربطة حتى زوج ربطات. تعرفوا انه السلق تاعنا دائما كنقليوه يعني يهبط في الفوليوم تاعو. عندي كذلك هنايا ربطة تاع نعناع، وكذلك عندي ربطة تاع معدنوس. هنا لي زيبيس، عندي كذلك هنايا قرنفل مرحي، عندي كذلك هنايا كركم، ونستعمل كذلك عندي العكري، ملح، فلفل كحل. الو هذه الوصفه الاولى راح تكون روز جربي. كذلك راح نروحوا التحليه تاعنا اللي راح تكون يعني ان كيك اللي راح نديروه مسكوتشو تاع زمان بالطليه تاعو. الو هنا نسحقوا عندي كاس تاع زيت، عندي كذلك كاس تاع الحليب، سكر كذلك كاس، نسحق كذلك هنا عندي ربع حبات بيض، وكذلك راح نسحق بياض تاع بيض للطلية. عندي كذلك هنا فارينة، عندي كذلك هنايا لافاني ولوزاس دو سيترون، عندي كذلك خميرة الحلويات، عندي هنايا لاغوم. هنا عند خيط لكم لاغوم، كذلك لاغوم راح تكون كذلك باللون تاعها بيستاش، وهنايا فراز، وكذلك عندي هنا للطليه نسحق جوت سيترون. الوغ نبداو على بركه الله، هنا نبداو بالرز الجربي تاعنا. انا فقط راح نحط هذا بجي هكا باش تابعوني مليح في ليزان كيدون تاعنا. فوالا نحطهم بجي، كذلك الفارينه من بعد راح نستعملها. هنا واش راح نديرو؟ راح نجيب جفنة، يعني مقادير سهلة وبسيطة تقدروا كذلك تجربوها. هنا فقط أنه قلت لكم أني غيرت في الكبدة، هنا اللي ما يحبش الكبدة يقدر يستغنى عليها. يلا هنا وش عندي؟ عندي هنا يا جفنة راح نحط فيها الرز، وكذلك شوفوا المقادير كامل راح نحطها. دونك هنا عندي كمية تاع الرز، فوالا راح نزيد لها كذلك عندي هنايا شوفوا عندي السلق، وكذلك عندي نعناع ومعدنوس. فوالا. الو قبل هذا الشيء واش راح ندير؟ راح نشعل على الكسكسي تاعي. فوالا. الو شوفوا هنايا الكميه تاع السلق، يعني انتوما كما تحبوا، يعني تقدروا تروحوا زوج ربطات حتى ثلاثه. هنا واش عندي؟ راح نضيف هنايا كميه تاع الكبده. فوالا. راح نزيد كذلك هنايا شوفوا عندي حميصه، عندي جلبانه، عندي كذلك هنايا جزر زروديه، فوالا، عندي الحبة تاع البصل كذلك مع الثوم. فوالا دونك هنايا راح نزيد كذلك هنايا عندي هريسة وكذلك طماطم مصبرة. الوغ راح نديرو اون كويار اسوب تاع طوماطيش وان كويار اسوب تاع الهريسة. فوالا هذا القدر يعني يكفيني، سهلة يعني ما فيهاش كامل تعقيدات. الوغ راح نديرو كذلك هنايا عندي كركم اون كويار كافي، عندي كذلك هنايا فقط هنا باش نقول لكم انه يعني كلود جيروف او يعني نقراو في المكثروش بزاف. شوفوا واش راح ندير، فوالا اون بانسي برك ما نكثرش بزاف،
وكذلك راح نجيبه هنا يا عندي عكري وفلفل أسود. هنا فقط أنه نقول لكم العكري راح ندير إن كويير، دونك إن كويير مليحة، إن كويير سوب تكون مليحة. يلا نستعمل هذه الكويير. فوالا شوفوا بخاسك يعني الحرش تاعو راح يكون كشغل راح نديرو عصبان. الو كذلك راح نضيف هنايا عندي فلفل اسود، فقط اني فلفل اسود ما نكثرش بزاف، رشه خفيفه. فوالا يلا شوفوا الميلونج تاعي هنايا. فوالا وكذلك راح نضيف اون كويير، دونك انا راح نضيف اون كويير كافي تاع الملح. هنا ما نكثروش بزاف. من بعد كي ندير الميلونج تاعي كامل باش نشوف اسكو راح نزيد الملح ولا نحبس. يلا دروك راح نديرو الملح. فوالا شوفوا سهلة ما فيهاش كامل تعقيدات. هنايا فقط انه يعني ضربتكم تحويسة صغيرة تروحوا معنا تونس. الوغ شوفوا هنايا راح نخلط كامل الميلونج تاعي. شوفوا هنايا كشو راح نديروا عصبان، ما ريحته كشو راح تجيكم، دونك ريحة العصبان. دونك هنايا راح ندير كامل الميلونج تاعي، نخلطهم مليح. دونك هنا راح ندخل كامل هذوك لي زيبيس كامل راح ندخلهم، دونك مع الخليط تاعي اللي ما بين خضرة وروز حميصة كذلك جلبانة. هنا فقط أنا نقول لكم يعني الوصفة هذه فقط أني غيرت فيها، لأنه هنا يا كان اللي ما يقدرش يأكل كبدة تاع، دونك ما يقدرش يأكل كبدة تاع الخروف ولا، دونك يغير دير كبدة تاع دجاج ولا لا كانت عندكم لي مالا. نقدر ندير أنا كذلك الكبدة تاع الخروف، كذلك نقدر نزيد لها يعني لحم غنمي. فوالا شوفوا نخلط مليح هذاك الخليط تاعي باش نحس مليح هذاك الروز كامل شرب ليه هذوك لي زيبيس. فوالا شوف الميلونج راح يجيكم شباب بزاف. فوالا شل البرك يدي. الوغ نجيب ان كوسكوسي اللي راح نحط فيه دونك الخليط كامل تاعي ونخليه ايفور. دونك هنايا نطل برك على الماء، راهو ايفور راهو يغلي. هنايا راح نخليوها يعني تفور هنا اونفيرو راح تاخذ لكم من 20 دقيقة حتى 35 دقيقة، دونك على حسب لو كوسكوسي تاعكم. دونك راح نحط كامل نفرش الميلونج تاعي هذاك. فوالا دونك هنايا جوست باش نقول لكم الكبدة تاعكم ما طيبوهاش، لأنه لازم تكون فيها لا سافور هذيك، دونك كذلك راح يدخلوا معاها كامل هذوك لي زيبيس. دونك هذا الميلونج تاعكم شوفوا كلش خضر في خضر، يعني فقط أنه تشلوا برك هذيك يعني القصبر تاعكم، عفوا المعدنوس، وكذلك النعناع، وكذلك هنايا السرق. راح نكمل كامل هذيك الكمية. فوالا نهبطها كامل. يلا كيما هنا ما نسحقش، فقط اني راح نحط يعني فورو. فوالا دونك هنايا شوفوا سهلة ما فيهاش خدمة كبيرة، وكذلك يعني تساعدكم كثير الناس اللي ما تاكلش الخضرة قادرين يعني ياكلوها، راح تجيكم بزاف بنينة. الو راح نحطها لتفور هنا غير تفوت تفور لي. من بعد واش راح ندير لها؟ راح ندهنها بشوية تاع زيت زيتون دونك، ونقدمها في الطبق تاعي. راح نزينها بشوية تاع زيتون يعني كما تحبوا، وريقة تاع نعناع. هنا نخليوها تفور من المدة تاع 20 حتى 25 دقيقة، ديفا على حساب الكسكسي تاعكم.
تاعكم، دي فالا كان كسكسي تاعكم كبير ماشي راح تاخذ لكم وقت كبير. الو راح نخليوها تفور، من بعد بركه حندهنوها بزيت زيتون، روحوا فاصل نعاودوا نقولوا هكا باش تشوفونا في الوصفه الثانيه، ما تروحوش بعيد بقاو معنا، فاصل ونواصل. يلا مشاهدينا رجعنا لكم بعد ما رحنا فاصل وشتو الروس تاعنا كيما راكم تشوفوا، دونك راهو يفور في غرضو. دركا راح نروحوا للوصفه الثانيه تاعنا اللي هي ان كيك، يعني مسكوتشو تاع زمان نفكروكم في العرس تاع زمان وكذلك نحكيوا عليه. الو هنايا واش عندي؟ راح يعني راح نبدا بلاباط، من بعد راح نروحوا للكلاصاج تاعنا. الو هنايا عندي 4 حبات تاع بيض، دونك انا واش راح ندير؟ راح ندير البيض مع السكر. يلا عندي الحبة تاع البيض الأولى، فوالا دونك راح نضيف كذلك الثانية. أنا البيض تاعي دائما نعقمو. عندي 2، الثالثة، وكذلك راح نضيفو الرابعة. فوالا فقط هنايا واش راح ندير؟ دونك هنايا راح نضرب مليح هذاك السكر تاعي مع البيض. الوغ راح ندير كميه، دونك هنايا راح نديرو كميه تاع البيض، فوالا كذلك راح نضيف لها هنا فقط اني نضرب شويه هذاك البيض. هاي بسمعوا لي بيا، الوغ نضرب شويه هذاك البيض، من بعد راح نزيد له السكر تدريجيا. يلا دركا راح نضيف السكر، فقط انه دائما السكر كي تزيدوه زيدوه بالعقل، لانه لو كان زيدوه ضربه واحده مع البيض، البيض تاعكم راح يعطيكم زنخه، يعني راح تتبنوك شغل الكاطو تاعكم اومليت. فوالا دونك راح نضيف يلا هنايا بعد ما ضربت البيض مع السكر واش راح نزيد؟ دونك هنا راح نزيد كميه تاع الحليب، فوالا يعني شوفوا ديرهم دفعه واحده هنا ما تخافوش عليهم. كذلك راح نضيف كميه، دونك عندي كميه تاع الزيت مع الحليب، فوالا دونك راح نخليهم يدوروا. هنا عندي كمية من الفارينة راح نضيف لها 2 كيس تاع خميرة الحلويات، وهنايا راح نضيف لافاني وليزاز دو سيترون. الو هنايا نخلط كامل الميلونج تاعي هذاك اللي راح يكون ما بين فارينة ما بين خميرة الحلويات. فوالا هنا فقط اني الفارينة نزيدها تدريجيا، هنا فقط انه راح تاخذ لكم 2 كيسان تاع فارينة، يعني سهلة ما فيهاش كامل خدمة كبيرة. فوالا
يلا سي بون سهله. دونك هنايا واش راح نديرو؟ راح نجيبو ان بلاطو دونك يكون 30 على 25. تقدروا كذلك هنايا فقط اذا كانت عندكم يعني سنيوه شويه كبيره. دونك اللي يحب باغ اكزومبل يحب المسكوتو تاعو يجي شويه هابط ما يجيش عالي. دونك هنايا كبرت شويه في السنيوه تاعو. انا نجيب برك السنيوه تاعي. الو هنايا السنيوه دونك هنايا راني دهنتها يعني هنايا بالزبده كذلك درت لها الفارينه هنا اون شوميز لو بلاطو تاعنا. الو راح نجيب الخليط برك نحي هذا ونحط الخليط تاعي كامل في السنيوه يعني سهله. فوالا شوفوا نحطه كامل. الكمية هذه كامل راح نحطها في السنيوة هذيك. راح تدخل لكم للفرن على 180 درجة. مدة طهي تاعها راح تكون 30 دقيقة فقط. انه نقول لكم دايما 20 دقيقة الولاء يعني ما نفتحش على الفرن تاعي، لانه السخانة اللي راح تكون في الفرن كي راح يدخلها الهواء بارد راح تخلي لكم المسكوتشو تاعكم راح يهبط. يلا شوفوا سهلة. هنا واش راح ندير؟ راح نحطها في الفرن تاعي. نقول لكم راح تخليها طيب على 180 درجة. اي فوالا دونك هنايا سهلة ما فيهاش خدمة بزاف. الوغ دركا واش راح نديرو؟ راح نوجدو لو كلاصاج تاعنا. الو هنايا بور لو كلاصاج واش عندي؟ راح نجيب ان ريسيبيون يعني كلاصاج ساهل. عندي هنايا جو سيترون خلط له شويه تاع الماء زهر. عندي كذلك هنايا يعني لاغوم تاع لافخاز، وكذلك هنايا لاغوم نقدو شوينغوم باش يجينا لا كولور بلو سيال، وعندي بياض تاع حبه بيض. الو ناخذ كذلك هنايا البياض. فوالا دونك بياض تاع حبه بيض وحده يكفينا سيغتو لو كلاصاج تاعكم. فوالا نحط صفار بجيه، نحط بياض تاعي هنا. فوالا الوغ راح نبدا نخلط كامل المقادير تاعي. دونك هنايا عندي هذاك البياض واش راح نزيدو؟ راح نزيد له هنايا الكمية تاع جو سيترون هنايا باش يجيكم يعني جو تاعكم يجيكم بزاف بنين، وكذلك كما نقولو حنا يجي قويرس. الوغ شوفوا نخلط كامل الميلونج تاعي. من بعد واش راح نضيف؟ راح نضيف تدريجيا يعني هنايا السكر ناعم هنا باش نتحصل لها تكون يعني طلية ماهيش ثقيلة بزاف وكذلك ماهيش خفيفة بزاف. فوالا دونك هنايا راح نجيبو السكر تاعنا وراح نضيفه تدريجيا. يلا هاي عندي كويار هنا. الوغ دائما السكر تاعكم يعني تغربلوه. هنا غربلته قبل ما نحطوه في البوكال. نبدا نزيد بالعقل هنايا فقط اني نبدا يعني نخرج هذوك الفقاعات تاوعي مع السكر. فوالا دونك نبدا نزيد السكر يعني بالعقل. هنا فقط انه نقول لكم السكر تاعكم فيه ان بورسونتاج من لاميدون دونك هنايا من النشاء، لانه لو كان يكون فيه كامل السكر ماهوش راح يشد لنا. دونك هنايا وكفي كميه من النشا، هذيك النشا اللي راح تعاون انه لو كلاصاج تاعي راح يزيد ينشف. او ميم طون السكر تاعي لو كان ما فيش نشا ماهوش راح يشد لي. دونك نقعد انا شحال نقعد 10 سنين ما يشد لكمش. الو نضيف كميه تاع السكر. هنايا حتى نشوف انه الطليه تاعي يعني بدات تثقال. فوالا باش من بعد راح نحبس. دونك هنايا قلت لكم الطليه تاعكم شوفوا هنايا كما هنا مازالت، دونك مازالت مخصوصه سكر. فوالا راح نكمل.
هنا راح نشوف ما زالت هلا راح نحط كامل هذه الكمية دوك نشوف اسكو مخصوصة ولا نزيد لها فوالا سي بون هنايا الطلية تاعي سي بون دونك هنا واش راح ندير لها راح فقط اني يعني ناخذ هنايا عندي لون هنا فقط اني لاغون بلوس يعني الذوق بلوس اللون راح نحط شويه فقط هنا من بعد راح نشوف اسكو نزيد لها ولا نحبس يلا راح نخلط هنا شوفوا سيغتو بور لي كولور لازم يجيكم لي كولور باستيل دونك هنايا ما يجيكمش بزاف قويين اغريسيف دونك هنايا يجوا لي كولور كلير فوالا نبدا جيست بالكوردون نحط شويه ونشوف اسكو نزيد لها ولا تكفيني فوالا دونك هنايا راح نزيد لها شويه نبدا دائما بالعقل فوالا هاي لا كولور شابه بزاف كما راكم تشوفوا فوالا الو هنايا انا ما نقدرش نخليكم تصبروا عليا 30 دقيقه انا الكيك تاعي يعني راني وجدته هكا باش راح نديروا كلاصاج مع بعض يلا شوفوا الكيك تاعي نحط لكم برك فقط هنا باش تتبعوني شوفوا ما شاء الله او ميم طون راح يجيكم طريب بزاف الو هنايا يعني هذيك الكميه انا قسمتها على اثنين يعني وحده راح ندير لها طليه غوز وحده راح نديرها يعني لا كولور بلو سيال راح تجيكم بزاف شابه الو راح نحط كميه تاع الطليه هذيك نفرشها كامل فوق لو كيك ولا فوق المسكوتو تاعي فوالا نضيف كذلك هنا في الاطراف الو نكمل كامل هذه الكميه يلا هنا واش راح ندير نخبطها شويه فقط انه باش تهبط لي كامل هذيك الطليه سيغتو في الاطراف نقدر انا الاطراف كذلك يعني من بعد راح نقطعهم نمشي شويه برك الطليه هذيك اي فوالا دونك هنايا خيرت لكم فقط انه تكون حبيبات تاع السكر هنا كما راكم تشوفوا عندي بويس درت يعني الطليه راح تكون عندي غوز كلير هنا خيرت لكم حبيبات راح يكونوا في الغوز كذلك شوفوا نحطوا فقط غير من الفوق هكا هنا فقط انه يعني الطليه تاعكم لازم تجمد بيان باش نقدر انا نقطعو فوالا دونك انا هذا لو كيك تاعي راح نحطو يعني في الفريغو باش يجمد لي مليح من بعد راح نقسمو يعني كيما تحبوا مربعات خيونك يعني يولي ليكم كذلك هذا راح نكمل نطليها كامل الطليه راح تكون لا كولور فيرت كلير هنايا يتجمدوا لي يعني لي دو راح نقسمهم ونحطهم في لاسيت تاعي كما راكم تشوفوا كذلك هنايا الرز الجربي تاعي دونك راهو يفور في غرضه واحد الريحه هايله الو هذا كامل راح نكملوهم نخليو الرز الجربي تاعنا يطيب وكذاك الطاليه تاعنا تجمد باش نقطعوها نحطوها الله الله في الهيزاسيات وحنا واش نقول لكم ما تروحوش بعيد ابقوا معنا باش تشوفوا كامل هذه الاطباق تاعنا جاهزه وحاضره طاوله التقديم ابقوا معنا.